مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. ما زلنا نتكلم عن الأنوثة والذكورة، ونيتنا لهذا الشهر هي توازن طاقة الأنوثة والذكورة بداخلنا. اللي ما حط النية بليز يحط النية. خلنا نشوف وين توصلنا النية. واللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال. يا جماعة بليز، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال. بعض الأشخاص قالوا لي إنه توترنا، شعرنا بمقاومة، بليز حط خلفية الجوال، حط خلفية الجوال. واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم، راح نناقش الفيلم قريبا في منتصف الشهر، أو قريبا منتصف الشهر راح نناقش الفيلم. وعندنا 7 كورسات موجودة على موقع سمية 369.net. عندنا سلستيا، الوعي الأنثوي للمرأة اللي تريد أن توازن طاقة الأنوثة والذكورة عندها. وعندنا دايزي، الوعي الزواجي للمرأة المقبلة على الزواج والمرأة المتزوجة، وهي عبارة عن 3 مستويات. ومعها جلسات، معها كم هدية والله، معها جلسة جذب شريك الحياة، معها جلسة حب الذات، معها جلسة العلاقات ما قبل الزواج. طيب، وسلستيا أيضا تقريبا 4 مستويات. بعدين عندنا الحياة السرية للرجل. في أشياء كثير الرجل يخبيها، ما يقولها بصوت عالي. فإحنا يعني قلنا هذه الأشياء في هذا الكورس الجميل، أشياء مشاعرية، أشياء سلوكية، أشياء فكرية، كل الأشياء هذه ذكرناها للمرأة عشان تختصر عليها الطريق، بدل ما تقعد 10 سنوات عشان تكتشف إن الرجل كذا والرجل عنده كذا. برضو عندنا جلسة التعلق للرجال والنساء، إذا كان عندك تعلق عاطفي بأحد، سواء كان حبيب، سواء كان شخص آخر، أو عندك تعلق بشيء. وأيضا جلسة الطلاق للرجال والنساء، الأشخاص اللي هم يفكرون، يقولون ناخذ القرار أخذت القرار، هل قراري صحيح ولا مش صحيح؟ ده يساعدك أنك أنت تستوضح الرؤية أكثر، يعني تصل للنتيجة اللي أنت تبغاها فعلا فعلا فعلا. وعندنا الخيانة والغواية بالاشتراك مع الدكتورة فوزية درع. خيانة موضوع مرة مرة حساس صراحة، ويعني الكورس موجه للمرأة، والغواية أيضا كورس موجه للمرأة. الفيلم موجود في نتفليكس، موجود في نتفليكس. اللي يبغى النية، اللي يبغى خلفية الجوال، اللي يبغى الفيلم، موجود في حسابي على تويتر. بس اكتب على تويتر سمية الناصر تويتر، طلع لك أول تويتر مثبتة. طيب، اي والله ما ادري وش فيها، ما ادري، حطيت كحل اليوم جوا وفجأة كذا اشوفها قبل شوي، ما اعرف، هنشوف شوية تخف إن شاء الله. طيب، والمرأة اللي تخون هذه إيش تقولين عنها؟ خاينة وفقا لتعريفي يعني، واللي تخون خاينة، واللي يخون خاين. كلهم سوا. طيب يا جماعة، اليوم نبغى نناقش متلازمة الرجل اللطيف. وبكرة يا جماعة ودي ناخذ اتصالات، ما أعرف إذا أنتم يعني مستعدين أو حابين نسوي هذه الفقرة، مزامة سويناها بس أنا صرت أخاف من النت شوي، بس يعني شايفة أن النت ماشي معانا كل هالأيام كويس. فودي بكرة ناخذ مداخلات، ها؟ فبليز اللي مهتم يكون معانا بكرة عشان نسمع قصص ممكن انها تفتح لنا وعي جديد.
طيب خلونا ندرج شوية عن متلازمة الرجل اللطيف بعدين ناخذ أسئلة. متلازمة الرجل اللطيف هو رجل عنده تكتيك اسمه اللطافة. يعني مو هو بالطبيعة لطيف، مو هو يعني نظف ورتب نفسه ومستقر نفسيا ومطمئن ومرتاح فبالتالي أصبح لطيفا، لا، هو اللطف عنده استراتيجية. يقولك أنا بستخدم اللطف عشان أوصل لشيء معين كذا، أوصل لنقطة معينة كذا، وبعدين إذا ما وصلت لهذه النقطة خلاص هو تلقائيا يصل لمرحلة ما يقدر يمثل أكثر، لأن هذا اللطف مو طبيعي ومبالغ فيه، مو طبيعي ومبالغ فيه، فيصل إلى مرحلة أن هو يمكن ما قدر يوصل للشيء اللي يبغاه وما قدر يحصل الشيء اللي يبغاه، ففجأة يصير أعنف رجل شفتيه في حياتك، مع أنه كان يعني زي العسل، يعني لطيف في غير، يعني يمكن ما كنت شفتي في حياتك رجل هالإتيكيت وهالتقدير للمرأة وهاللطافة. يعني شوف الرجال الآخرين أنهم يعني خشنين مع المرأة وما يعرفون يتعاملون برقي مع المرأة، يتعامل بطريقة كثير مهذبة، كثير يعني كأنه يعني ماخذ كلاسات في التعامل مع المرأة كذا، يعني سوبر سوبر سوبر، يعني مرة راقي في التعامل، لدرجة انك انت تقولين شو من اللي مربيه هذا، وش الأم هذه، وين هو دارس، يمكن هو يعني كان في مدرسة اتيكيت، وش هالذوق، وش هال، بشكل يعني لو دققتي شوي تكتشفين انه مبالغ في الموضوع، تكتشفين انه ممكن يعني يتنازل عن حقه طوال الوقت عشان المرأة هذه. لا، ما في احد يتنازل طوال الوقت عشان المرأة، في خلل معناه الموضوع. طيب تقولك اللي دائما كذا جذابين، إيه، انا اقول لك ليش جاي اقول لكم انتبهوا انتبهوا انتبهوا. فبالتالي هذا الرجل اللطيف هو كأنه يعني عرف الطريقة، كأنه عرف الطعم، انه انت بس ايش متربي مرتين، عجبتني الجملة، انه انت بس ايش تعامل معها كويس، لانه في حياتها كثير من الرجال التعبانين بس تعامل معها كويس شوية وهي بتضيع وبتعطيك اللي انت تبغاه كذا. هذه الفكرة في رأس هذا الرجل، انه انت شوية الموضوع يبغى له شوية مجاملات، يبغى له يعني اتيكيت مبالغ فيه، يبغى له تقدير مبالغ فيه، بعدين هي بتسيح وبتخق ويعني تفتح كل ابوابها وتقول يعني مش تبغى، تبادلك الحياة العاطفية وكل شيء، تبادل كل شيء. هذا الرجل لأن كل القصة اللي هو يسويها تمثيلية، فبالتالي ما عنده نفس طويل للموضوع، بالضبط من أساليب الصيد، ما عنده نفس طويل لهذا الأمر، فبالتالي ما يقدر يطول يعني سنوات هو يسوي هذا، لا، يعني اوكي يعني يتعامل معك شوي شويتين ثلاثين خلاص يقلب على الوجه الثاني. الوجه الثاني كثير مرعب، لان هذا هو الحقيقة، كثير مرعب الوجه الثاني، غاضب، متوتر، يعني في كثير من التطلب، ليش ما قلتي، ليش ما سويتي، ليش ما عطيتي، انا اديت دوري، انا انت عديمه الاحساس، انت عديمه الضمير، انت طب امس ما تعرفين على بعض، لا انت اصلا ما عندك شعور، انت ما، وممكن يسب في شكلك، يسب في اهلك، يسب في طريقتك، يسب في عطائك، ويكون قاسي كثير على المراه، يكون قاسي، وهذا اللي قد يورط مرات المرأة في موضوع التعلق، أنها تتعلق بهذا الشخص الخطأ، لأن الأسلوب اللي قدم التمثيلي الأول يدعو لتعلق المرأة، المرأة تحب اللي يقدرها ويحترمها، وخصوصا أنه لما يكون في رجل
عنده طاقة ذكورة عالية في الغالب يعني ما يعرف يعني يتعامل مع المرأة ويكون دفش. فلما تشوف واحد مؤدب ومهذب ومحترم تبني عليه قصور من الآمال والأحلام وكذا، تبني المستقبل كامل. تشوف هذا الرجل تحط المستقبل كامل إلى يوم القيامة. فتخيل بعد كل هذا التعلق تنصدم إنه هذه مو حقيقة هذا الرجل، حتى يمكن ما يقدر حتى يوصل إلى مرحلة إنه مثلا ممكن يطلب الزواج أو يكمل القصة بخطبة أو ملكة، ما يقدر حتى يوصل لهذه المرحلة. طبعا خلني أقول لك إنه هذا الرجل السبب اللطافة هذه اللي يقوم فيها هو كأنه نوع من أنواع المحاولة على محاولة الحصول على شعور على وجه السرعة، يعني إنه في احتياج حاد لجنس أو حب أو شعور معين أو اهتمام، ولابد يحصل هذا الشيء بشكل سريع جدا، فبالتالي يروح يختار هذا الطريق، وهذا الطريق طويل ما هو طريق قصير، وفي الغالب يفشل في هذا الطريق ويقلب على الجانب الآخر. قد يكون أيضا هذا الرجل لديه أزمة في الطفولة خصوصا مع الأم مع الأخوات، قد يكون مر بتعامل صعب مع الجنس الآخر، في الغالب لم يحصل على اهتمام كافي في الطفولة في مرحلة المراهقة في بداية العلاقات، فبالتالي هو طريقة بالنسبة لهذا الرجل إن هو يشحت الاهتمام والحب والجنس بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. طبعا على فكرة ممكن تصل اللطافة إلى إنه فجأة تحصلين هدية يعني مبالغ في ثمنها في وقت مبكر. ما المفروض إنه أنت تقول إيه هو ثري عادي أو لا دائما المفروض تقول تحطين علامة استفهام. إحنا أمس متعرفين على بعض، اليوم جايب شنطة الشانيل، شو القصة؟ إيه لازم تفكرين بهالطريقة. تحطين كذا شنطة الشانيل بلاش؟ لا ما هي بلاش. المشاعر يحتاج لها وقت فعلا عشان تنضج. طيب طبعا الإنسان المتزن المفترض تلقائيا رجل أو امرأة ينتبه إلى اللطف الزائد، يعني اللطف الزائد يبين، اللطف اللي مش طبيعي اللطف التمثيلي يبين، وبالتالي عليك أن يعني تنتبه وتحذر من الأشخاص اللي لطفهم عبارة عن تمثيلية مو لطف حقيقي قادم من جسد مشاعري جيد أو طمأنينة مشاعرية. بالتالي هذا في الغالب حاط لك يعني الموضوع في لغم كذا، في 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 طعم، يعني يبغى يوصل لنقطة معينة أو شيء معين أو هدف معين سواء كان رجل أو امرأة.